شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شهد توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وتخارج مساهميها المؤسسين لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ذلك بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه. يأتي ذلك تعزيزا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية، حيث تأسست شركة تمويلي في العام 2017 وتقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. أكد وزير البترول كريم بدوي أن صناعة البتروكيماويات تأتي على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع مسؤولي شركة ميثانكس العالمية للبتروكيماويات، حيث تناول اللقاء الموقف التشغيلي لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الانتاج من منتج الميثانول الذي يدخل فيه العديد من الصناعات. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير للوكالة الدولية للطاقة أكد فيه أن النمو الهائل في الطلب على الكهرباء يشير إلى أن استهلاك العالم من الفحم سيظل مستقرا إلى حد كبير خلال الأعوام 2024-2025. وأشار التقرير إلى أن استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة بلغت 2.6% في العام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعا بالنمو القوي في الصين والهند أكبر مستهلكي الفحم على مستوى العالم. ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي لقطر في شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 0.52% على أساس شهري وصولا إلى 69.3 مليار دولار وهو الأعلى على الإطلاق. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الاحتياطيات الرسمية الشهر الماضي زيادة شهرية بقيمة 350 مليون دولار، ذلك بدعم من زيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية وحيازة الذهب.